الله وأنتقل بها إلى باريس وضيف الكريم من هناك السيد ماهر. سيد ماهر، بريطانيا وألمانيا وفرنسا أصدروا بيانا قبل أيام دعوا فيه إسرائيل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، في المقابل حذروا إيران من مهاجمة إسرائيل. ما الأوراق التي يمكن أن يستخدمونها كنوع من الضغط على تل أبيب لإيقاف هذه الحرب؟ للأسف الشديد برأيي الشخصي اليوم الوحدة الأوروبية وألمانيا وفرنسا ما عندهم نفوذ حقيقية في موضوع الشرق الأوسط، خاصة وموضوع فلسطين وإسرائيل بدقة، لأن دبلوماسية الاتحاد الأوروبي عالقة بين مجموعة صغيرة تشكل ثلث الوحدة الأوروبية، بلدان يعني داعمة لفلسطين، عندك إسبانيا وإيرلندا إيطاليا. فرنسا ما عادت بالمعسكر العربي، فرنسا انسحبت من المعسكر القومي العربي أو الفلسطيني، واليوم فرنسا من الدول المحايدة عدم انحياز، ليس داعمة لفلسطين. وعندك الثلث الآخر، بلدان شمال أوروبا، إجمالا بلدان شمال أوروبا وأوروبا الوسطى داعمة لإسرائيل وأيضا داعمة لليمين الصهيوني بين قوسين، وفي بلد وحيد غريب جدا النرويج الذي كان محايد وسطي، انتقلت الدبلوماسية النرويجية إلى المعسكر الفلسطيني. بس من كل يعني من مع هالشيء كله ما عندهم نفوذ اليوم، اللعبة هي لعبة أمريكية، وأنا أوافق مع زملائي من القاهرة وفلسطين وواشنطن، الموضوع جوهري هو الموقف الأمريكي، وعندهم انتخابات طبعا رئاسية في أمريكا بعد 80 يوم، يعني أقل من 3 أشهر، واليمين القومي الإسرائيلي يعتبرون أن عندهم فرصة استراتيجية باللغة الإنجليزية يستعملون عبارة الشباك الاستراتيجي، والشباك الاستراتيجي مفتوح، ويعتبرون أن في 80 يوم يستطيعون أن يضربون المدنيين الفلسطينيين بطريقة متوحشة في جميع مناطق قطاع غزة. واليوم منذ 6 ساعات، الملفت للنظر أن نشرت الحكومة الإسرائيلية خطة لبناء مستوطنات جديدة في جميع أقطار الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة. طبعا هذا تصعيد مخيف داخل إطار تصاعد التطورات الإقليمية، ويستعملون الفوضى لانتشار مستوطنات في الضفة الغربية لإلغاء كليا الوجود الفلسطيني.